انك تاخد وحده جاهزه فيها كل المرافق وتستلمها بكره الصبح وتقسط على 6 7 سنين او 8 سنين، دي بقى الفكره الجديده الموجوده دلوقتي، ان النهارده بقى عندنا عدد متاح من الوحدات يمكن العميل يشتري النهارده ويستلم. يعني الوحده جاهزه بقى غير اللي اشتروا على الورق. غير اللي اشتروا على الورق. اللي بيشتري النهارده بقى عنده ميزه اضافيه، اللي اشترى على الورق استنى 4 سنين لغايه لما استلم، اللي بيشتري النهارده بيستلم بكره الصبح لان الوحده مقامه وساكنه ومشروع ساكن و100% شغال، يقدر ان هو هيقسط على 7 8 سنين، وبالتالي طبعا بقى في عنده فرصه ان هو الفكره بيتكلم عليها انه يسكن في البيت يستفيد من القيمه الايجاريه مع تغير السعر. يعني زي ما بنعمل بره ان انت تدفع القسط تقريبا من الايجار. بالفعل بقى التجربه بتاعت حسبه الايجار دي، انا زي ما حسبت الدولار والجنيه والعقار والمعادله وعملت الجراف ده اللي وضح جدا بشكل كبير جدا، الجراف ده وضح بشكل كبير قوي ان العقار احسن من الدولار. طب العقار ايجار ولا قسط؟ ده السؤال التاني. يعني لو انا باجر ولا لو قسط؟ في احدى النماذج اللي احنا طرحينها اسمها يوفوريا، دي وحدات بقى فكره تانية، دي وحدات استوديو وان بيدروم بتدار بمعرفه كونكورد السلام. دي وحدات فندقيه. وحدات فندقيه براندد يونت. فانت عندك شقق وعندك وحدات فندقيه وعندك فيلل. ايوه عندي كل النماذج. وعندي وحدات فندقيه في الفيرمونت بعد كده مستقبليا. يعني الفيرمونت اللي بتحفر وبتبني حاليا دلوقتي احنا خلاص وصلنا لمرحله احنا في اجراءات التراخيص، فهيبقى في ريزيدنس وهيبقى في فندق. بالظبط كده. ومدار بمعرفه الفيرمونت. بس ده طبعا يعني تكلفه اخرى، يعني في مستوى اخر. اداره الكونكورد السلام عملت دراسه معانا كبيره جدا على الديستنيشن السياحي اللي انت سعادتك بتتكلم عنه، ان هو فعلا حقق نقله نوعيه كبيره قوي المكان ده، وشافوا انه مكان مهم جدا ومكان ناجح جدا، فعملوا معانا اتفاق الحقيقه 100% لصالح مشتري الوحده، اللي هو بيقول ايه، ان الوحده العميل هيدفع فيها من 50 ل 60% فقط من قيمتها. يعني واحده 2 مليون جنيه، العميل هيدفع 50 60% فقط من قيمتها، والباقي بيضمنه القيمه الايجاريه بمعرفه كونكورد السلام. يعني كان انا بدفع 60% وكونكورد السلام يكمل ياجر لي، هو كونكورد السلام ياخد الاداره وياجر لي، فهو لما بيضمن لي الايجار اصبح هو الايجار ده بيلتزم بالسداد. فتوقع الامر ان انا اشتريت الشقه ب 60% من ثمنها. لما بقى اجي اشوف الحسبه بعد 6 سنين اللي هي المده الايجاريه الالزاميه، بقت الوحده بكام وانا دافع فيها 60%، يطلع كام؟ هيطلع ضعف المعادله اللي احنا قلناها في الاول. لانه ال 40% اللي دفعهم كونكورد السلام. أيوة. بالاضافه لتزايد ثمن الوحده. أيوة. يبقى انا جبت ثمن ضعف ثمن الوحده، 3 4 اضعاف. وهو ده زي ما بيقولوا عليه الباسيف انكم. أيوة. اللي هو انا بقى قاعد بقى زي زمان، روح يا ابني لمين الايراد الايجار. فيبقى عندك ده ويجي لك فلوس وانت قاعد. بالظبط كده. والحقيقه من ده استثمار بقى، ده استثمار كبير جدا. احنا طرحنا